شو جابه؟ السخيف الرخيص بالفيندر ما بيستحي على حاله. ليش؟ ليش اجى لهون؟ كيف بتجرأ تجي؟ شو اللي جابك لهون؟ صدقيني ما كان بدي اجي، كنت عم بشتغل بتوصيل الطلبات، لهيك انا هون. سكوت، لو شجاع كنت اجيت بشخصيتك الحقيقية. انا شجاع بس فيني عقل، لو كنت بالعقل كنت اجيت بلا قناع وساعات الشرطة رح تعتقلني فورا وبيطلعوني لبرا. بس لا تقلقي، يمكن انا اروح على السجن بس مو قبل ما تروحي انت واكشفك قدامهم. جهزي حالك للي جاي. اسمعوا، خلص انسوا بلاها الحكي. في شي عم يضايقني يا شالو، هداك القاتل هديك المرة حاول بكل جهده يقتل لك شمي. بالفندر واحد وسخ ومجرم وكتير رخيص وبلا أخلاق، وأنا بتمنى ألقطه مرة تانية، وقتها رح خليه يعترف بكل شي عمله معنا. اهدى، لا تعصب، ما في داعي تقلق، حياة لك شمي عم ترجع مثل ما كانت قبل، وصدقني بالفندر رح ينلقط أكيد. نحنا لازم نفضحها لهديك المرة شالو، أول ما بينلقط بالفندر رح أضربه، وبس يحكينا الحقيقة ويفضح هديك المرة وقتها كل شي بينتهي، وكل المشاكل بحياة لكشمي وبعائلتنا رح تنتهي. أنا متأكد من اللي عم قوله. مين كانت هديك المرة؟ أكيد رح أعرف قصتها. أنت لازم تجهز حالك لمصيرك، بالفيندر أنا منقذ حالي، بس أنت شو بصير فيك؟ إذا حدا فيهم عرف أنك موجود هون شو بتتوقع؟ أكيد وقتها ما رح يسامحوك أبداً. يبدو أنك ما بتعرفيني، إذا بدي انلقط هون رح أخذك معي ورح خرب حياتك وأعترف بكل شي عملتيه. عن جد؟ ليك ستي هون، شفتي مين شفت أول شي؟ هاي ملكة البيت وأكبر وحدة، رح روح وقلها الحقيقة وما رح أتردد أبداً، يلي بدي إياه رح يتحقق بسهولة. وقتها حياتك كلها رح تتدمر. خليني روح شوف ستي هلا. لحظة، مين تو؟ ليش جبتني؟ كان بدي أقدم لها الهدية. عادي هون، انتي ما لازم تكوني طايشة. لاكشمي كنتي انجرحتي لو وقعتي عن الدرج، ركضتي هيك مشان ورقة، ليش هيك؟ هاي مو بس ورقة، هاي الهدية تبعي، وعليها رسمت عائلتنا وعملناها أنا وياك سوا، شو نسيت؟ لا ما نسيت، بعرف أنه هي الورقة بتعني لك كتير وبتعني لي كتير كمان، وتأكدي كل شي بخصك بخصني وبهمني وغالي علي كمان، بس ما في شي أهم منك أنتي، لأنه أنتي ما في إلك أي تمن، فهمتي؟ ماني فهمانة شي. طيب خليني أشرح لك قصدي، بس بدي تحطي ببالك شغلة، وجودك بهمني، إذا أزاكي أي شيء ما رح أقدر أتحمل، لهيك أنا هلأ بدي أترجاكي وأطلب منك ديري بالك على حالك، اتفقنا لاكشمي؟ فهمت عليك. أنت فهمتي، ممتاز، معناها رح دير بالي على حالي مشانك، فهمت هالشي؟ ماشي رح أروح. لاكشمي استني، خلينا نتفق، نحن جهزنا هدية وبدنا نقدمها لماما، رح نعطيها إياها بالحفلة قدام الكل، اتفقنا؟ بس بلا بس بس، من فضلك تقبلي طلبي، رح نعطي الهدية لماما بالحفلة ورح نقدمها قدام الكل، وهذا الشي رح يخلي ماما مبسوطة. بس أنا ما بدي أعطيها الهدية قدام الكل، بلكي العالم صاروا يضحكوا علي. أكيد ما رح يصير هذا الشي. بس ممكن يصير، أنا شفتها ببرنامج، في بنت بعيد ميلاد رفيقتها عملت لها هدية وراحت حتى تعطيها الهدية قدام الكل، ووقت الكل صاروا يضحكوا عليها وقالوا لها إنه هديتها كانت كتير بشعة ومانا حلوة، لهيك ليش لحتى يضحكوا عليكي؟ هاي الهدية ما لها بشعة، بالعكس هي أحلى هدية ورح تكون أحلى هدية بعيد ميلاد ماما، مو مهم سعر هاي الهدية، بس المهم المشاعر والحب يلي ورا هاي الهدية، وبتعرفي شو علمي على كلامي، هديتنا رح تكون الأحلى. مبسوطة؟ اتفقنا؟ متأكد؟ بوعدك. توعدني وعد حديدي؟ وعد حديدي. أنا موافقة. انت فقدت عقلك؟ اكيد لا.
أنا طماع وبدي صير غني، وأنت ما دفعتي لهيك رح أعمل معهم صفقة والكل رح يستفاد، أما أنت وقت رح تنتهي فهمتي؟ ليك بالفيندر لا تزهك علي فهمت؟ وأنت كمان أعطيني مصاري وإلا أنا ما قلت لك إنك إجيت على العنوان الغلط، ليش لساتك واقف هون وعم تتجادل معي؟ شو بدك قلي؟ لا يا مدام هذا العنوان الصح وكان مسجل هون، وبما إني هون لازم تدفعي لي لأني إجيت. مع مين عم تحكي ماليشكا قدام الباب؟ طيب ماشي رح أدفع لك. ماليشكا؟ شو صاير هون؟ ستي شوفي هذا اللي بيوصل طلبات عم يزعجني، انا ما طلبت شيء بس هو مو راضي يعني يفهم وعم يتهمني اني انا طلبت الطلبيه ولازم ادفع له مع اني ما اتصلت فيه، ليش لازم ادفع له اذا ما طلبت شيء؟ وين الكمامه؟ انت تبع التوصيل وبتزور اماكن كثير، هذا موسم الانفلونزا حطها. شكلها خربت معي، راح زبطها. مو مشكله خبريني مدام، انا اجيت لهون، يعني لازم تدفعي لي، صح كلامي؟ عم بحكي صح مدام؟ كان لازم تتصل وتتأكد بالأول. أنا تأكدت منه وأنت رفضتي المكالمة، يمكن تكوني نسيتي أو بجوز كنتي مشغولة ما؟ بعتذر. يلا مشيها ماليشكا، عطيه حقه وقبل الطرد وخليه يروح، في عنا شيء أهم هلأ. يلا طيب ستي. شكرا ستي عن جد أنت قلبك طيب كتير، تعلمي منا. وشك مألوف لإلي، وين شايفتك من قبل؟ الكل بيقول إنه وشي كتير مألوف. يا ستي هو إيه؟ عامل توصيل أكيد بيكون زار حارتنا من قبل وبتكوني شفتي هو عم بيوصل طلبات، مو شي مهم. مكيش لاكشمي روحي جهزي حالك للحفلة. إيه صحيح أنا نسيت القصة، ما عم قادر ركز بشي تاني غير فكر بعيلتي وبس. استنى. مو معقول لاكشمي على طول بتبدي عيلتها على نفسها، ما بتهتم بحالها، سعادة عيلتنا عندها هي الأهم. طول عمرها هيك. شو لازم ألبس؟ شو ألبس؟ شو عملت مينتو؟ ليش سكرت الخزانة؟ استنى لازم أختار تياب لحتى ألبسهم. ريشي تعا شوف مينتو، ما عم يخليني طالع تياب البسهم، هو طلب مني جهز حالي بسرعة وهلأ ما عم يرضى يتركني اختار شيء البسه. بالفيندر قلت لك الزعم حدودك. كان لازم تقليلها، أنا اشتغلت هون سنين بسهولة رح تعرفني، وكمان كنتها المفضلة لاكشمي، كانت رح تصير مرتي. اللون؟ خليني روح خبر الكل انك انت اجيت لهون بالفيندر، بالفيندر سود هون، خليني روح لعند ريشي وخبره انه بالفيندر سود الزلمه اللي حاول يقتل مرتك لاكشمي واقف هون ببيتك، ورح قل له انك كمان ناوي تخطفها. شو رايك؟ اكيد وقتها ما رح يسامحك بالفيندر، ولا بدك صرخ من كل قلبي وحاول وقتها بكل جهدك تقنعن انه ماليشكا مشتركه معك، بس ما حدا رح يصدقك. حابب تحاول؟ بدك يعني خبر الكل؟ لا تحاولي تتزاكي علي هلا، مفكرة انك رح تغلبيني؟ لا تنسي انه في عندي ادلة كتير ضدك، مفكرة ما رح يصدقوا؟ اكيد هو رح يصدقني، والشرطة وابوه كمان رح يصدقوا، وعيلته كلها رح تقتنع، ووقتها انت يعني رح تصيري مجرمة.